ساس 48 ساعة هي مسابقة لإنجاز أفكار في تقنية المعلومات وتطبيقات الهواتف الذكية في 48 ساعة. أنا مبرمج. أنا مصمم. أنا مسوق. وأنا موجه. نحن في ساس 48 ساعة راح ننفذ أفكارنا خلال 48 ساعة ونختبرها. SAS 48 is a very intensive startup schooling. It brings together people from different fields with developers, designers, project managers, marketers, because those people together can build new, innovative, great services and products that will be useful for not just people in Oman, but also elsewhere. شاركت في ساس 48 ساعة لأني متيقنة أني راح أتعلم شيء جديد. تجربة جديدة تعيشني كيف الناس تشتغل تحت الضغط وكيف ممكن أني أنظم وقتي عشان أطلع شيء في نهاية هذه 48 ساعة. كوني كنت مشارك في النسخة الأولى لساس 48 واليوم أرجع كموجه في النسخة الثالثة من نفس البرنامج، الأفكار المطروحة جدا جميلة، نوعا ما وعي الشباب في التركيز أكثر في استمرارية واستدامة أفكارهم أصبح أفضل، فهمهم للسوق واحتياجاته أصبح أفضل، فمثل هذه البرامج دائما ما تساعد وتساهم في رفع ثقافة الشباب في مثل هذه المشاريع. خلال 48 ساعة رأينا همة الشباب وقدرتهم على الإبداع والتنفيذ، ونحن على يقين على استمرارهم في أعمالهم لتفتخر بها عمان. لذا من المهم تكاتف الجميع في إيجاد السبل والمرونة في تقبل أفكار الشباب لإنجاحهم وريادتهم في أعمالهم.